سلام عليكم. وأخيرا جاء القرار المنتظر من رأس العبد، رأس الهرم، وما في أفضل من أنه يزف هاي البشرة للشعب سوى المحاور العنيد والمقاوم الصنديد واللي حمل على أكتافه هم الوطن بدل الحديد، عزام الأحمد. الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الفلسطينية وليس سرا، رئيس أبو مازن أعطاهم تعليمات، إذا فوجئتم باستمرار اقتحامات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين لا تتوانوا عن التصدي لهم. الله عليك. وبالفعل يا جماعة تحركت الجحافل والقوات الأمنية، ما كذبت خبر، وكانوا في مقدمة المواجهة في عقبة جبر، مو عقبة جبر، في حوارة. ولا حوارة؟ طب مع مين؟ مع شخصيات سياسية واجتماعية فلسطينية دعت لعقد مؤتمر صحفي داخل مقر شبكة وطن الإعلامية. شوف اللي بيقوم بالإجراءات هي ما بخاف من التطبيق. أها، ما خيبتوا ظني فيكم، وظني فيكم عمره ما خاب، ولما الرئيس بيناديكم بتهبوا مثل الذياب. لحم المستورد ما بتنهش لحم بلادك أزكى وأطيب، وكلامي ما هو للأطرش اللي بيسمع قلب مغيب، سبحانه ربي هالعالي، ما خلص أقواله الغالي إلا وأمنه نسف أقواله وأعطاه كل فشل طوالي. نصره هالسلطة بإيديكم بعمره ما رح ينجاب، ما خيبت ظني فيكم وظني فيكم عمره ما خاب. خاطر